أنا المدمن على القهوة السوداء، تهمتي قتل الوقت بدون عمد. أنا جرعات البوتوكس الساكنة تحت جلد الأثرياء. أنا خاتم الزفاف الذي بيع في وقت الشدة. أنا درس هصاصة فلسفة مستحيل. أنا الابتسامة في حضرة الألم. أنا البطل الذي يموت في المشهد الأول من الفيلم. أنا لوحة بدون إنذار. أنا الحيوان الذي اغتصبت حياته وأرسل للفضاء. أنا المفعول به المبني على النصب والاحتيال والتفقير والإقصاء. أنا بهرجان قمع برلماني عربي في دورته. أنا الذي يبحث عن بنت الحرام قبل الزواج وعن بنت الحلال عند التفكير فيه. أنا النوطة الموسيقية الناقصة من سمفونية الكرامة. أنا كل شيء ولا شيء، لأنني ثراء زائف وخزنة ممتلئة وأموال المونوبولي. أنا الذي يكره عبارة عاجل التي تظهر على قناة الجزيرة والتي تحمل في طياتها كل الأخبار الأليمة. أنا من يرمي النفايات في الشارع العام، وحين تتشكل كومة الأزبال يحمل هاتفه الجوال لأخذ صور المشهد ويضع على صفحات الفيسبوك مرفوقة بعبارة أين المسؤولون؟ أنا المفكر والباحث، والمفكر في الهجرة، الباحث عن عمل. أنا من يكره يوم الاثنين وآخر أيام العطلة كزخات مطر على قلب حلوى الأزواج. أنا العاشقة التي تعيش الفالنتاين كل يوم فقط لأنها تزوجت من أحبت. أنا الذي يستعيذ بالله كلما ساء ويستعين بالعراف كل مساء. أنا الذي يغير المواقف والمعاطف عشرات المرات في نفس القضية. أنا من لديه احتياطي في الابتسامات الصفراء. أنا النظرة الساذجة للقدر على محيا الفقراء. للرفع من مستواه الاجتماعي يمضي عرضا مع الشيطان لسبعين شهرا مقابل الساعة الرولكس. أنا الذي يمشي في الجنازة صباحا ويسهر في حانة في نفس اليوم. أنا الذي لديه تضخم في الواجبات، تقزم في الحقوق. أنا الذي يسب الرب والملة والدين ويضغط على لايك في صفحة إذا كنت تحب الله ورسوله. أنا دعوة مظلوم
رصاصة تخترق القلوب. أنا الذي يشاهد مهرجانا قيل إن فيه موازين ويغيب توازن الحب ولا حب لدي. أنا رسام مغترب مات فوق كرسي في حديقة عمومية.